المصرف على ارضي. بص شكل المصرف عامل ازاي، متغطي ازاي، ده كله رواسب بتاعه صرف صحي. رواسب صرف صحي، ده كله رواسب صرف صحي. كل ده رواسب، ده كله يجيب امراض ولا ما يجيبش امراض. ده الارض بترشح منه، الارض عندي بترشح منه. الارض حتى لو عشان انا مش عارف اديها ميه، هاكل الناس بالصرف الصحي؟ لا وميه الصرف الصحي هل ده حلال؟ ده يرضي حد؟ بص الميه خلاص داخله، يعني بالظبط الميه او الشكل اللي هي على ارض برضه واحد برضه. انا محمد صلى على النبي، لما يكون باكل بهايم واكلها في ميه وسخه. استنى بقى اسمع، هو الاستاذ محمد بيسجل معاك. اتفضل. ميه وسخه زي ديت على بهايم زي ديت، شو كان يشرب منها شويه لبن ولا يعمل، يعني اكبر حرام ده. وشوف المنظر بتاع الرشاح ده، كله امراض. كل يوم عندي دكاتره، خلي بالك. ده كمان نص ساعه ما تقدرش تقف خمس دقايق من الناموس والقرف والريحه دي، يعني ينظروا لنا حتى الصواب. الصواب يعني حتى الرطوبه اتلك مخاض من الميه الوسخه دي. يعني حضرتك يعني دي خدمه منك استاذ محمد. ثور خلي على طول بقى اشوف استاذ محمد المنظر النبي، المنظر ده الميه واقفه. دي خدمه. بص المنظر الميه، بص المنظر الميه. لو يرضى حد او يرضى اي حد يعني عنده دين واسلام يرضينا احنا. بعدين بقى انك طول الصيف وادي الشتاء اللي مستنيينه، الارض لها نفعه ولا شفعه. يا ريت تلاقي لنا شغلانه غيرها. خدمة توصلها كده، ربنا يبارك فيك وتوريهم الامراض اللي هي قطعت علينا خالص ديت، توريها لهم. احنا كلنا عندنا دكاتره. دي خدمه منك. احنا بنناشد بنناشد الصحه تيجي تشوف. تيجي تشوف الصحه. تيجي تشوف، لكن احنا بنديبين. لا تيجي تشوف، تيجي تحلل اللي الميه دي بتنزل في بحيره التمساح ولا لا، يجي ياخدوا منها عينه. وتشوف منظرها، منظرها. يمشي في المنظر. انا عايز حد من الساده المسؤولين يجي يمشي على المصرف ده يشوف اخره وصل فين. بس يجي يشوف وصل اخره بين ايه فين. هيشوف انا اخره كده بين ايه فين. ففي حيره التمساح اللي احنا بننظف فيها. ايوه الكارفور اللي عند كارفور احنا بنحاول بننظف فيها ونطهر فيها. والناس الموظفين ما حدش حاسس بيها. ما حدش عارف هي الميه بتروح فين. واحنا مش هاجيين. تعالوا كده نجيب المصرف من اوله لغايه اخره، شوفوا المصرف بين ايه فين. الصرف الصحي ده بين ايه فين. ما هو مش على المرض لينا احنا يا عمري، بل الناس ثانيه. ما في ناس ثانيه، ده ناس ملايين، في ناس ثانيه. ده ناس متضرره. ده انت لو نزلت هتشوف تحت السدر ده في بلاوي. والله الراجل بيته دلوقتي بيته ميه صافي. عامل بيوت والله بيته غرقان ميه. ما عرفش ايه بيته. لكن الاراضي اللي بياخد منها عيش يتبهدلها. خلينا كله بص اهو الراجل بيردم في الارض. هيعمل ايه اكتر من كده؟ عمال بيردم بيردم. هيردم الميه لسه بتسوق. ده هيقعد متر ميه. بص الارض لسه وقفت اخر ارض من هناك. لا والميه طالعه. بص الارض مش واجه الميه اهي. الارض فيها ميه ازاي؟ كله اهو. وممكن تطلع تشوفها انت وانت طالع. شايفينها واحنا جايين. البلاعات بتطلع كده، بتطلع كده. ده المفروض صرف زراعي. ليه يتحط عليه صرف صحي؟ ليه يعني؟ ليه يتحط عليه صرف صحي؟ ده ما تعملش صرف مغطى ليه؟ ما تعملش صرف مغطى ليه؟ واحنا عشان غلابه يعني ما حدش بيسال عننا؟ ولا عشان اقليه ما حدش بيسال عننا؟ احنا مش اقليه. احنا اكتر من 500 600 واحد هنا عايشين في العزبه ديت. بقى لنا اكتر من 50 60 سنه ودي اراضينا اهي. بارت خلاص، بارت. هنبورها ولا عارفين نبورها ولا عارفين نبيعها حتى. عايزين نبيعها ونهجم هنا، مش عارفين نبيعها. عشان كل يجي يشوف المنظر ده يقول لك هنشتري في الخرا، هنشتري في الخرا. ولا سابينها وماشيين. فسيبوا لنا حل بقى، حرام عليكم. احنا مش يعني مش احنا مش جهله ولا ناس عبط ولا ناس مختومين على قفانا. احنا ما احنا برضه بنحس، برضه بين ادمين وبنحس. وعاوزين انتاج البلد. هو في ايه يا جدعان؟ قلنا اسرعوا الاراضي، اسرعوا الاراضي، اسرعوا. دي اكتر من فدان ونص بايره. كل ما جردين فيها تبوظ تاني، كل ما جردين فيها تبوظ تاني. اعمل لها ايه تاني يعني؟ قلت لك بقى ولا عارف ابيعها. يعني عشان ابيع فدان مثلا ابيعه بكام؟ 10,000 جنيه فدان خد بخراب. تعبنا خلاص، احنا تعبنا والله ما عارفين نعمل ايه. بقى لنا اكتر من 30 سنه بنتكلم في الموضوع ده. ما صدقنا جه الرئيس السيسي عشان هو اللي بيحس بالناس. هو رئيس السيسي اللي بيحس بالناس.
رئيس الانسان، رئيس الانسان يحس بقى. عشان انا رحت المحافظ، مش محافظ واحد ده، من ايام عبد المنعم عماره واحنا بنتكلم في الموضوع دوت، والله العظيم من ايام عبد المنعم عماره ما زهقنا. بس احنا بقى فاض بينا لما شفنا المنظر ده، زادت اول يومين دول. وبعدين الرئيس السيسي ما بيسيبش حد كده يعيش في المنظر ده كده، مش هيسيب حد الرئيس مش يعيش في المنظر ده كده. انا عندي 66 سنه، اروح فين ومعايا ست عيال؟ هاكلهم مين دول كده؟ ولا جار ولا مشغله خالص. اروح فين انا؟ وادي كل الاراضي ماتت، تعالى تعالى شوف الاراضي كلها قدامك، هنمشيك الميه كلها اهي. وجنبينا الحميات، وعنا كل يوم عند الحميات دكاتره كشف وبتاع، النابوس بهدلنا برضه، ومش عارفين نعيش خالص. واحنا الرئيس حكت خير، الرئيس هيعمل ايه؟ الرئيس هيعمل ايه لوحده؟ الرئيس لازم كل يوم ايد واحده عشان يطلع البلد، البلد دي عاوزه ايد واحده، مش عاوزه لعب. احنا عاوزين اكتر من كده، عاوزين كلنا نكون واحد، راجل واحد. تعالى بص بص، دي اول غلطه، اول غرفه حضرتك من اول، من ابتداء من مستشفى الحمام، يعني مستشفى الحمام كده اول غرفه دي بتطلع ميه، الميه دي بتتفضى على بحيره التمساح، من بحيره التمساح بتنزل في البلاجات عند كركور ولا شويه كركور، بعدين حولها كده، حولها. بص دي اول غرفه بتعمل كده، بعد كده في غرفه ثانيه زي كده حضرتك، الغرفه من غير اي، من غير اي، بص الميه، بص الميه حضرتك داخله على بيت الناس. انت مين عايزك كمان؟ مين عايزك في مزرعتي؟ من 3 سنين خسرت في مزرعتي، الميه غطت الفراخ عندي، خلاص وقفت المزرعه، المزرعه كلها باظت، مفيش انتاج، خلاص انا حالي توقف، والراجل برضو حالي توقف، وكل واراضينا كلها، الاراضي حوالينا كلها ارضها توقفت. ده اصلا صرف زراعي. احنا بنناشد الساده المسؤولين، بنناشد الساده المسؤولين يجوا يشوفوا احنا في ايه، احنا خلاص يعني كده المجاري بتجيب امراض وبتجيب كل حاجه وناموس، يعني مش عارفين هنعمل ايه. والله